إذا نحكي عن الترانسفورميشن أوف فيكتور، أنا لو عندي X وعندي هون Y، هذا بلين مش هيك؟ تو دايمنشنال سبيس. ممكن يكون عندي هون فيكتور، مظبوط؟ لو بدي أعمل روتيشن لهذا الفيكتور أو أعمل روتيشن للتو دايمنشنال سبيس، بقدر أعمل إشي اسمه ترانسفورميشن. الترانسفورميشن رح يعمل روتيشن للسبيس. فعندي نفترض هذا السبيس الآن، هي عندي هون الفيكتور، ايش بحتاج حتى اعرف هذا الفيكتور؟ ماجنتيتو او اكس واي، مش هيك؟ او الكومبوننت. فبقدر اعرف هذا الفيكتور، مثلا اقول انه هذا الفيكتور هو اكس 1 واي 1. مش اكس 1 واي 1 بوصف هذا الفيكتور؟ بوصف لي انه هذا الفيكتور هو التو كومبوننتس، وسميناه فيكتور له اتجاه من هون. واحنا في تو دايمنشنال سبيس، لو رحنا على 3 دايمنشنال سبيس بصير عندي اكس 1 اكس 2 عفوا اكس 1 واي 1 زد 1، مظبوط؟ لو اجينا هلا سالنا السؤال، لو انا بدي اعمل ترانسفورميشن للسبيس هذا، فيصير عندي الاكسس بدل ما هم هيك يصير في روتيشن في الاكسس بمقدار ثيتا، وهذه هون واي داش وهذه هون اكس داش. هذا الفيكتور راح يصير فيه له كوردينيتس جديده بالسبيس الجديد، مش هيك؟ بالبلين الجديد. الكل فاهم ايش اللي عم نعمله هون؟ ايش عمالي بقول؟ عندي فيكتور كان موجود بالسبيس الاصلي، بالكوردينيت سيستمز الاصليه اللي هي اكس وواي. هلا اجيت قلت هذا السبيس كله بده يلف، طبعا هو بيشبهه انه كانه الفيكتور نفسه نزل كمان، اذا بدكم تفكروا فيه بهي الطريقه. صار في له كومبوننتس جديده، شو الكومبوننتس الجديده تبعت الفيكتور الجديد الان؟ هذول الاصليات شو كانوا؟ الفيكتور هذا كان في الاوريجينال سبيس هو هيك، مظبوط؟ والفيكتور في النيو سبيس راح يصير x1 داش y1 داش، مظبوط؟ اوكي، الكل فاهم شو اللي عم نعمله هون؟ عم نقول عندي الفيكتور نفسه ما تغير، الفيكتور ما تغير، شو اللي تغير؟ صرنا نعبر عنه بسبيس جديد، عمالي بقول العالم تغير الان. بطل الكوردينيت سيستم هو x و x y الاصليات. عملنا روتيشن لكل الكوردينيت فريم، فالكوردينيت فريم سيستم كله عملنا له روتيشن، فصار بدل ما كان x صار x داش، وطبعا لازم يكون في 90 درجه بين x داش و y داش، فصار عندي فريم جديد. الفريم الجديد هذا الفيكتور هذا بطلت احداثياته، الاحداثيات تبعته بطلت x1 و y1. ايش صارت الاحداثيات تبعته؟ x1 داش هيها، x1 داش هاي. هاي هي x1 داش وهاي هي y1 داش. شو كانت الاحداثيات الاصليه تبعت الفيكتور؟ x1 y1 مظبوط؟ اوكي؟ احنا بس هلا اسمه جديد، صار اسم جديد، كاني على فكره اخذت اسم طالب مثلا، او مش اسم طالب، اسم قطعه مثلا، قطعه خبز بالانجليزي هل هي خبز بتضل؟ ايش بنسميها؟ بريد. هل هي نفس قطعة الخبز في الحالتين؟ ليش اضطرينا نغير تسميتها؟ لأنها انتقلت لعالم آخر، أوكي؟ نفس الشيء عندي هون. هاي العملية اللي بتحول لي الفيكتور من فيكتور لفيكتور تاني أو بتعطيني الكوردينيت فريمز الجديدة بنسميها ترانسفورميشن. كيف بدي أشتغل على هذا الأصلي حتى أحوله لإشي جديد؟ بدي أحطه في ترانسفورميشن ماتريكس، فبكون عندي الفيكتور الأصلي اللي هو X1 Y1 ايش الدايمنشنز تبعت ار؟ 4 اوكي، لازم تكون هاي 2، لانه هذول الاثنين بدهم يروحوا انضربوا بهذول الاثنين عشان يعطوني مين؟ اكس 1 داش، وهذول الاثنين بدهم يروحوا انضربوا في هذول الاثنين عشان يعطوني واي 1 داش، اوكي؟ فهاي بامكانك تسميها، اذا بدك تسميها ار 1 1 ار 1 2 ار 2 1 ار 2 2. هاي عباره عن ترانسفورميشن ماتريكس، بتعمل اوبريشن. تعمل اوبريشن على الفيكتور، بتعبر عن الفيكتور بالفضاء الجديد، بتعطيه احداثيات جديده بدلاله الاحداثيات القديمه تبعته. الترانسفورميشن هاي بدها تعتمد على ايش اللي صار هون. هلا من الذاكره، اذا انا متذكر مزبوط، هاي راح تكون كوساين ثيتا، واظن هذه ماينس ساين بلس
minus sine theta. إذا أنا متذكر مظبوط إذا مش عاملها غلط بس أظنها هيك صحيحة. شو راح يطلع معي هلا؟ x1 داش شو صار بيساوي؟ بيساوي كوساين ثيتا في x1 ماينس ساين ثيتا في y1. y1 داش بتساوي ساين ثيتا في x1 زائد كوساين ثيتا في y1. هذه بتعطيني الإحداثيات الجديدة. الفكرة الأساسية بغض النظر هدول صحيحين ولا لا، بنفهم الفكرة الأساسية شو عملنا؟ ترانسفورميشن، عملنا ترانسفورميشن للفيكتور من الفضاء القديم الكوردينيت سيستم القديم للكوردينيت سيستم الجديد. بنفس الطريقة بإمكاني كمان أعمل عندي فيكتور 3 دايمنشنال فيكتور اللي هو في 1 في 2 في 3 أو خلينا نسميه x1 x2 x3 x1 y1 z1 it operates فR بتشتغل على الفيكتور القديم وبتعطيني احداثياته بالروتيشن سيستم الجديد لما بحرك الكوردينيت سيستم. فهذا عندي x داش 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 وهذا x1 y1 z1. قديش لازم تكون الدايمنشنز تبعت r؟ 3 3. فعندي هون r11 r12 r13 r21 r22 r23 وr31 r32 وr33. هاي بنسميها، هذه بقدر افكر في r كانها operator. It operates على مين؟ على الفيكتور، بتعطيني فيكتور جديد، احداثياته جديدة، هو نفس الفيكتور بس سميته هون شيء بالاحداث القديم وسميته هون شيء بالاحداث الجديد. على سبيل المثال لو عندي روتيشن اراوند زد اكسس باي ثيتا، طبعا لما بقول بلس ثيتا شو بده يكون الروتيشن حوالين الزد اكسس؟ بدي اخذ الزد اكسس مش هيك واعمل بهذا الشكل، بدي اشوف وين الزد البوزيتيف وبده يكون روتيشن حوالين الزد. يعني لو كان عندي الكوردينيت سيستم زد واي اكس، هل هذا مضبوط الكوردينيت سيستم من هون؟ اكس لواي بتعطيني زد. ايش هذا السيستم بنسميه؟ رايت هاندد ولا ليفت هاندد؟ رايت هاندد. اذا الروتيشن بزد بثيتا وين راح يكون؟ باي اتجاه؟ اذا كانت ثيتا بوزيتيف بهذا الاتجاه، فكاني عملت روتيشن من هون ل x داش وعملت روتيشن هون ل y داش، هذه ثيتا وهذه ثيتا، فالسيستم الجديد كانه بصير بهذا الشكل.